يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هذا سؤال أهمني، وهو أنني بعيد عن أمي فأقوم بإرسال رسائل عبر الجوال لها لأنني مشتاق لها ونحو ذلك، فإذا قرأتها فإنها تبكي، فهل أستمر بإرسال هذه الرسائل مع كونها تبكي من أجل ذلك، أو أصلها بشيء آخر مع العلم بأنها تفرح برسائلي هذه؟ نعم، استمر على إرسال الرسائل في الجوال ولو كانت تبكي، أدامت مع البكاء تفرح بهذا واصل هذا. نعم.